السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة عبير. هذا الجد ديال الطفل اللي اغتصبوا صديق الأم ديالو أو زوج الأم ديالو. اليوم جاي يتكلموا ما بغاش يبين وجهه، نحترم القرار ديالو. تفضل السمية والكنية. الشرقاوي محمد. علي صوتك لعطيك السر. الشرقاوي محمد. نعم الشرقاوي محمد. أنت الجد ديال الطفل اللي اغتصبوا لك صديق البنت ديالك. هذاك الراجل واش متزوج البنت ديالك ولا غير صديقها في الحرام؟ لا غير صديقها في الحرام. نعم. والطفل واش اعترف ليكم؟ اعترف لينا وداو الناس داو داو الطبيب وداو هاد الشيء. حكينا بالتفصيل كيفاش وقعت الواقعة ديال الاغتصاب. الواقعة انا كنت خدام وعيطوني من الخدمة قالوا لي ريان راه اغتصب. شكون اللي اغتصب ما نعرف. المهم حتى جات هاد السيدة كتكون حدايا في الحومة لقات البنت نسيت قالت لها السلام عليكم قالت لها الولد قعدها كمايل على حاشاك على على جنبو. هذه الجارة ديالكم؟ هذه. نعم. ملي قالت لها مال الولد قالت لها فلان عبد الرزاق كيمشي كيحيد يسروالي كيفعل له كيفاش هذه ثلاثة خطرات. وانايا هاد البنت اللي كنطلب منها لا هي ولا هو بغيتهم الحبس بغيتهم انايا الاعدام بحال لا هي ولا هو بالمهم. انا هاد البنت انا خرجت من يدي بنت 13 عام وهي غادي نفوت حلا عييت اختي معاها ما بغاش تشوف. ما والدش غير هذا راه ولد اربعه د الوليدات. لا حول ولا قوه. معايا بني 12 عام جالسه معايا وهاد الوليد هذا ودابا راه مطوله وجوج ماتوا لا حول ولا قوه. يعني دابا في مثل انا دابا شنو هو دابا عائلتي كبيره بزاف وخا كدير الكحله وكنولي ندخلها وكنولي نسر عليها وكنولي نمشي كدير لي زبله واحده اخرى. ما كانت المهم يعني في مثلا دابا الولد شنو هو نقول له عطيونا الولد قبل ما تديه. هي كانت جالسه عند هاد السيده هاد مدفوها هي اللي كانت ضباتو. قلت لها قالت لهاد السيد هذا كانت هي كردونيه خدمه كردونيه بدات تنظر في الحمار على الساعه 9 بدات كتسعى الخمار كتمشي الساعه 9 في الاول كانت معاها السيد عليا لا شر بزاف عليا الوثاق ديال اللي جالسه معاها. نعم. قال سماء ما كي هو ما كيخدمش وإذا ما جابلاش الفلوس كيدقها كاع كياخد الاسكل. وبعد مرة ملي كانت عندي مضروبة أنا كانت ديال الكوميسارية أنا وكنهضر كنقول لهم إذا ما جبتش حقي غنشد حقي بيد الحق ديال فلوسي بيد لي. ملي ما كيشوفش يعني ما سميتو كنخليها لا غد في اللي كتفتكر مشات مشا راه ولات عنده ولات شتي غادي دير؟ هي كيدق هاد البابلون كاع يعني زرقاء كتبات لي ولا غدا كتصدق ولا هي العام. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني انا شريفها انا عائلتي كبيرة ما كنرضاش بهذا الشيء. نعم ما قديتيش تحوز عندك بنتك وتنصحها؟ ما عييت بنت عييت شوف كنعاود لك هذه القضية ديال الهضرة كنشدها بالهضرة بساعة وساعتين كيشدوها امامها. كان هذاك الطرف ما تخرجش هذاك الطرف ما مزياناش بزاف ديال الطرف كنشدوها وما عمرها كتفكرك الخير. كتهاود معاك دابا بحال اللي كتكبي الما في الرمله بحال اللي ما كاين بحال ما عمرك هضرتي معاها فهمتيني؟ نعم. عمامها كيتلاقاوها في الزنقاس هاد السي ابو شعل اللي كدير انا احنا ما هي بونا ما هي بجدنا احنا عيشنا كتعرفيها ما هي حتى شي حاجه كتقول لهم انا حره في راسي يعني واخده حريتها على الاخر. فهمتي؟ نعم. دابا انا قبيله طلعت عندنا لهنا بالقوه شدها وردها للدار واخا بالقوه شريفه راه في 28 38 عام. نعم. 30 عام خرجت من طاعتك إني ضربتها غنمشي للحبس. لا حول ولا قوة. أنا راه عندي سانكيام ضرب في التيكواندو اللي ما عندي ما نقول عندي تبارك الله باش نخرج بنادم كيما بغا يكون. نعم. ولكن حنا كنتكلموا في الديوان علاش دراوش علاش دراوش ما نقدروش نديروا المشاكل لأن المشاكل تكون مقدمة. دابا هذا الحفيد ديالك اعترف لك باللسان ديالو أنه تغتصب. حسب السيدة اللي قالت جاتنا لا وأنت ما تواصلتيش مع الحفيد ديالك. أنا هضرت معايا كيقول لي عبد الرزاق كيقول لي عبد الرزاق هو اللي يعني اعترف لك باللسان ديالو. عرفتي باللسان ديالو. دابا شنو الخطوات اللي قررتي ديرهم؟ قررت سميتو دابا انا كنديه للدار ملي كنديه نجلسو معايا انا كنمشي هي كتمشي تعابي وملي ما كيبغيش انا كيخليني كنمشي بحال بمشي للخدمه وهو كيهول هو جوج ديال صحابو كيديو الولد الصحه كيبت جنوية على المراه وكيهددهم. وهي فين هي الكبده ديالها مخليه الطفل ديالها تتغتصب؟ هذيك ما عندها كبده، الكبده ديالها هذيك حرقصها بشحال هذه ما عندها كبده، كنت عندها الكبده ما تكونش هكا، الكبده ما عندهاش هذه. عندها الام ديالها؟ عندها امها. امها ما شنو كتقول لها؟ امها هي هنا في هنا حنا نعم. عندك وكيله الملك بصح تكتب لنا داك سميتو، حنا تما جالسين. لا حول ولا قوه الا بالله.
دابا شنو هو الحل؟ نعم. الولد دابا انا بغيت نحاول نخليه معايا جالس، ولكن انا كنخرج بزاف وكيبقى عندي غير بنات، كيجي للدار عندنا كيعطيهم بالمذاكره. طفل شحال في عمره؟ عنده شي 5 سنين هكا. 5 سنين. 5 سنين. نعم. بنيتها كبيره عندي، عندها فيها يعني ما كاينش اللي يشدوا ليكم. ما كاينش اللي يشدوا. الزوجه ديالك شنو كدير؟ امه لا الزوجه ديالك انت، الجده ديالو. يجي المراه ديالي. شنو كدير؟ هذيك اسيدي عندي واحد الحانوت في المارشي. ما يمكن لهاش تبقى تديه معاها؟ لا كتبنت مع الفجر كتهود في الليل، مع الليل كتهود كتقضي داك كتقضي الغرض وكتولي تطلع من قال لك هي تخرج ويحديها هو يتزرق ويدخل للدار. هذاك مرة الباب كتبقى محلول. يعني خفتوا عليه. حنا ساكنين مع الجيران ما ساكنش شي وحده باش غتسد الباب غتبقى تطبق الباب. فهمتي؟ حنا ساكنين مع الجيران. نعم. يعني دابا في مثال انا ما عرفت كيفاش ندير داك البوست. دابا غتوقف مع الحفيد ديالك؟ غنوقف مع الحفيد ديالي وغادي نشوف الحل لهذا الشيء ضروري مؤكد. وانا قلت لك هادشي ما فكرتيش تتواصل مع شي جمعيه ديال حقوق الطفل؟ مازال انا هادشي انا كلشي مع عمري وصلت لهاد المواصله. المواصلات انا عايش 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 مسكين عايش درويش خي كنخدم مع راسي داكشي في الصفار داكشي في النحاس ما عنديش مع المشاكل ما عنديش مع الضغوط. انا يا في عمري 65 عام مع عمر المخزن قال لي اجي انت فهم غير مع عمر المخزن قال لي شي المينا في حياتي حتى جات هذيك البحاشه. لا حول ولا قوة. دابا المهم الحل في يديكم دابا نتوما. غادي معايا الحل هو طلبك الاخير اللي كتطلب. طلبي الاخير هو الاستاذ الهيني وقف معايا وشي جمعيه. نعم. الشعب المغربي يحسبوا بحال عدنان وبحال وجهو ويتكلفوا. ان شاء الله والله يبين الحق ويا ربي يجيبوا له الحق ديالو ان شاء الله. بغيت نبين الحق لولد بنتي. نعم. انا يا جدون ما المهم علاش الشكوى الله تعالى وبركه انا هذيك انا البنت خرجتني من الجيم كدار 13 عام وهي غادي. دابا انت ما عندكش كاع نهائيا كدير تخليه معاك. ما عنديش كيفاش. خفتي عليه. انا كنقول لك الهضره اللي قلت لك انا هي كنخليها في الدار كنخليها في الدار ملي كنخرج انا كيجي بجوج ديال صحابو. والبنات ديالك؟ البنات ديالي واش البنت هي الواحد هي الراجل واش السيرور هي البنت؟ نعم. والمسخ خفتوا عليه من داك خليها في الزنقه يمشي. خليها غير غادي في الزنقه يمشي يشرطها بشي موس اولا هادي فهمتي؟ نعم. هادشي اللي كاين عندنا اش كنخربوا دابا المهم الحل الواحد في يديكم الله يجزيكم بخير الله يرحم والديكم. السلام عليكم. متتبعي قناة عبير نتمنى من كل المتتبعين يدخلنا دخلوا كامل يتبارطاجوا معنا هذا الفيديو باش نوصلوا الصوت ديال هذا الطفل وهذا الجد ديالو اللي لا حول ولا قوة له. نتمنى من الله انكم توقفوا مع هذا السيد هذا بأعلى بارطاج على الأقل شي نشوفوا له شي جمعية ديال الطفل اللي تقدر تواصل معهم وتدافع على هذا الطفل هذا. شكرا.